وعاود تزوج في 2021 وملي مشيت بقاو كيقول لك انت راه اللجنه ما دوزاتكش، اللجنه ما دوزاتكش. المقدم صيفطني عند الشيخ، عاود مشيت عند الشيخ ما بغاش يستقبلني كاع، ما خليت فين مشيت تبعته والو ما بغاش يستقبلني، كيقول لي ما عندي ما ندير لك، واش بغاني نرشي على الحق ديالي؟ الحق ديالي ما غاديش يرشي عليه. انا زيد هنا الحال محطوط في الحال المدنيه هنا، ولدي ها هو محطوط هنا في الحال المدنيه، كل شيء ها ولدي راهو الداخل هو والاهل ديالي والزوجه ديالي. هاد الناس ما فهمتهمش اخويا شنو بغاو. يعني تبغي تزوج وعندك وليدات خاصك تستفاد. خاصني نستافد والناس ما مزوجاش كاع واستافدت، وناس مطلقه كاع ما عندهاش كاع لا ولاد لا والو واستافدت، وانا اللي مزوج ووالد وعندي الكراج هنايا حرموني من لقمه العيش، قلنا ما كاين باس، ودابا بغاو يقصوني حتى من السكن. ما فهمتش هاد الناس هادو شنو بغاو، ما فهمتهمش. انا عندي الوراق ديالي يعني ما عندك كل شيء قانوني، كل شيء قانوني طالع في السيستيم، كل شيء ها الرقم ديالي ديال السيستيم، كل شيء عندي ها الرقم ديالي اخويا. انا مصور مع الكراج، مصور هاد التصويره ديالي مع الكراج الحل المدنيه اللي فيها الابن ديالي ها هو، الزوجه ديالي ها هي. ملي كانت ليا كنت حاضر هنايا، ها هو ديال هذا ديال المحل، ها العقود ديالي ها هما، كل شيء عندي. ها العقد الثاني، ها العقد الاول، ها الطلاق. ما فهمتش هاد الناس اخويا شنو بغاو، ما فهمتهمش انا. انا رجعت اخويا ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نسكن. انا رجعت اخويا درت براك اخويا فين نريح حتى نشوف شنو غادي فين سكنت حتى نشوف شنو غايديروا معايا السلطه. كتشوف يعني مثلا تحت واحد الشاب يعني تولي شاب في البراكه حتى ويلي، كاينين الشباب اللي تقصاو من هذا السكن اخويا ديالو، يعني كنشوفوا بان هو العون السلطه كيشوف بان الناس ساكنوا حتى من الاقسام ديالو. اي اخويا اللي ما عندوش فلوس وما عندوش جهد وما عندوش كليان راه حتى هو بحالي بحال، اللي ما عندكش كليان راه كتضيع. الرساله اليوم اللي كنت كان بغيت اخويا انا يعطوني حقي، انا ما باغي ندوي على حد، ما بغيت حتى حاجه، بغيتهم يعطونا حقي. بغيت اخويا انا حتى انا عطيو لي القرعه بحالي بحال الناس. علاش اخويا الناس كلها عيطوا عليها، الجيران كلشي عيطوا عليها، انا اخويا علاش ما يعيطوش عليا؟ ما استقبلني لا قايد لا مقدم لا شيخ، حتى واحد ما استقبلني. انت بالشهاده ديال الجيران بانك ساكن هنا؟ ساكن هنايا. صور هنا جو الناس يعني شهاده الجيران كما يعني الوثائق كدير انا قبل من الشيخ ومن القايد ومن المقدم كلشي عندي، الشهود عندي كلشي. يعني هذه الشهاده ديال الحق، الشهاده يعني ديال الحق، حتى الوثائق بانه كيشهدوا عليك بانك حتى الوثائق زياده وخلوق هنا. زياده وخلوق هنا. قريت هنا كبرت هنا، بغيتي شواهد مدرسيه من التحضيري حتى الكاتريام عندي، عندي حتى ديال التكوين، عندي كلشي، عندي الدبلوم ديالي، عندي مقاول داتي ديالي هنا. ما فهمتش هاد الناس هادو علاش كلشي على هاد العنوان هذا. اذا المتابعه الكرام متابعه شوف تي في، يعني كما كتشوف يعني الشاب اللي تزوج هنا وقضى يعني العمر ديالو هنا في هذا الحي، الى اليوم كيتفاجئ بالاقسام ديالو. السبب يعني هو دخل يشوف المراه راهي جيتي انت والوليدات ديالك؟ جيت اخويا جبت الوليدات راهما تما كاينه حتى يديروا معايا شي حل. واخا شو نشوفوا مع الشاب الاخر ورجعوا عندك شويه هنا. مرحبا. اجي اخويا انا رجع عندك اخويا دريده. خويا السلام عليكم. السلام عليكم. حتى من يعني الشباب اللي تقصيتو؟ عندي كل شيء هو هذا، انا زياده خلوق عندي. شتي يعني حتى يعني الورقه ديال الهدم بان عندك؟ انا عندي شهاده ديال الهدم.
ها القائد نسيني عليها، القائد نسيني عليها. القائد الحالة المدنية. انا عندي بنية زادت هنا. يعني مزوج؟ اي مزوج، عندي بنية مزيودة هنا، الحالة المدنية حاطة فيها. اليوم شنو اللي تيتم الاقسام ديالك؟ يعني شنو اللي كيتم الاقسام ديالك؟ الاقسام ديالك كيقول لك عندك زواج حديث. يعني زواج حديث ما تستافدش. زواج حديث الناس جات عمر مورانا واستافدت، مطلقات استافدوا، وكاين اللي رشا كاع واستافد، وبزاف الحوايج امور بزاف. انا كنطلب من هذا المنبر الوالي يعقوب المنصور، يعقوب الوالي يعقوب، يشوف هذه الاعاده ديال الهيكل ديال دوار سوق الجديد، يعاود يدير اعاده النظر. يعني ساكن زاديتي هنايا، لعبتي هنا، قريتي هنا، عندي كل شيء قانوني، عندي الرقم ديال الاحصاء، عندي كل شيء. ها التصويره ديال الهدم. يعني هذه الورقه ديالي، يعني كيفاش جا اللجنه ديال هاد من الرقم ديال الدار، ها كلشي شي استافد وشي تيقولوا ليه لا. يعني كتشوف ناس استافدات وما ساكناش هنا. كاينه الدار، كاينه الدار اللي خارجه منها خمسه الشقات، كاينه الدار خارجه منها خمسه الشقات، كاين اللي ما ساكنش وعاطينو. علاش كترشاو؟ باش عمرك شي مقطعه كتبقى خدامه بالليل، ما كايناش هذه في المغرب كامل، كتبقى المقاطعه خدامه حتى لثلاثه. يعني واخا ما يكون زوج حديث عندك، يعني غتمشي غتسكن مع الولاد. قانوني مزوج قانوني خصني نستافد. قانوني خصني نستافد، انا القايد الوافي، القايد الوافي هذاك خالد الوافي اللي كان قبل من هذا اللي جا جديد، كان حصاني وكل شيء عندي هو هذا اللي جا جديد. راه زعما راه ضيعنا بزاف، حتى ضيعنا بزاف. في الاول ملي جاب دا كيدير عمليه ديال لان، تيقول لبنادم انا ما نضيع حتى شي واحد، وانا راه هادي عاونوا معايا، تعاونوا معايا، نعاون معاكم. الاخر ما كاين والو. شنو الرساله اللي غتوصل السيد يعقوب مره اخرى؟ يعني تجويع الشباب اللي تيتم الاقصاء ديالهم. انا اللي كنطلب من هذا المنبر اللي عنده شي حق يستحق خاصو يشد. كلام الحق اللي عنده شي حق. هادشي اللي كاين يشد. اللي ما عندوش حق، اللي ما عندوش حق ديك الساعه ما يشدش. ايه هذا كلام الحق صراحه. طلع هادشي اللي كنطلب. اذا المتابعين الكرام، متابعي شوف تي في، يعني كما كتشوفوا يعني اليوم الشباب يعني كيخرجوا، يعني كيبنيو العشاش، يعني تم الاقسام ديالنا. مزوجين، عندنا وليدات، المقدم تيقول بان عندك زواج حديث ما غتستافدش. اليوم هما كيوجهوا رساله السيد اليعقوبي، يعني تيقول لك بان يشوف من حالنا، حنا عندنا وليدات، حنا يعني سكننا، تزادينا هنا، قرينا هنا، تيتم الاقسام ديالنا. كنشوفوا بان كاين الناس اللي ما ساكنينش واستافدوا. اليوم هذه رسالة موجهة للسيد الوالي، يعني باش يشوف من الحالة ديالنا. خويا اسمع، بان كان عندكم محلات، وحتى بان المحلات ما استافدتوش منهم. حتى المحلات اخويا، عندي انا كراج هنا، عند وليد تو كراج، كيصاوب التلفاز راه معروف. يعني معروف هنا، يعني كتصاوب. معروف هنايا راه قبل هو كيما قلت لك من الشيخ ولا من المقدمين ولا من كلشي. راه الاخ ديالي كبر من اللي زيد هنا. حسيتي الحقره يعني ملي تتم؟ راه ماشي حقره، حنا في هاد العواشر، وكتجي يعني اليوم كتبني العشم ديالك في الحي اللي انت ترعرعتي فيه وسكنتي فيه. ويوا انت غدا العيد، حنا ما عندنا لا عيد لا والو. الله المستعان. لا حول ولا قوة. يعني متابعي الكرام، يعني غير يعني هادو الناس اللي كانوا يعني هنايا سكنوا زياده وخلوق، تزادوا هنا، لعبوا هنا، قراوا هنايا. بعد ما يعني جات عمليه ديال الهدم كما كتشوفوا، ما بقات حتى شي براكه هنا في دوار الصاد، معروف دوار جديد، الا هاد الناس يعني كيتفاجئوا. تقول بان مشينا يعني باش ريبنا، مشيتوا كريت ولا فين؟ لا انا مساكنه مع واحد السيد صاحبي، والمسافه حتى عند النسيبه. يعني جاهم القرار ديال يعني ريب وسير تكري الناس، يعني اللي مشاو، كاين اللي مشى عند الاصدقاء، كاين اللي مشى عند العائله، كله يعني كله فين مشى. كاين الناس اللي مشاو كراو، كله فين مشى، يعني كله فين هز الرحيل ديالو. الشاب اللي مشى عند الاصدقاء ديالو الا كيتفاجئ بانه تيقول لهم بان عندك زواج حديث راك ما ساكنش. يعني اليوم كيوجهوا الرساله الى السيد الوالي وكذلك الناس المسؤولين، تيقول بان حنا مولي الحق، الا ما كناش مولي الحق راه حنا ماشي مولين الحق، ولكن حنا مولين الحق، بغينا الاستفاده ديالنا. اخويا كون كنا باغيين حنا المشاكل كاع من ريب انا الكراج ديالي والريب المحل ديالي، انا ما باغيش مشاكل، انا باغي حقي، عطيونا حقي بحالي بحال الناس، هذا الشيء اللي باغي. شكرا.
إذن يعني كما سمعت المتابعين الكرام يعني قالك لا كنا ملحق ناخذ حقنا ما كناش ملحق ما نستافدوش اليوم كيوجهوا رساله للناس مسؤولين تقول لك ما بغيناش نضيعوا حنا وليداتنا الشاب اللي عنده وليدات كذلك الشاب الاخر اللي عنده وليدات نقول لك بان تزادينا هنا زياده وخلوق ما بغيناش نتلاحوا الزنقه إذا المتابع الكرام متابع شوف تي في يعني كما كتشوفوا يعني الشباب اللي كبروا وترعرعوا في هذا المكان اللي دوار الصاد معروف دوار جديد ما بقات فيه حتى شي براكه كما كتشوفوا الا اليوم هاد الناس اللي تيتم الاقصاء ديالهم تيقول بان حنا موالين الحق الساكنين يعني زياده وخلوق الا يعني كتفاجئوا بالمقدمه بان تيقول لنا عندكم زواج حديث يعني واش اللي عنده زواج حديث ما يستافدش واش اللي الشاب يعني عنده واحد الطموح باش يتزوج واش ما غيستافدش غيبقى ساكن مع والديه يعني واش غيبقى ساكن مع والديه واحد اللي يلا بغى يتزوج واش غيبقى ساكن مع والديه ما غيبنيش المستقبل ديالو يعني هذه رساله من الشباب بمدينه تمارا يعني كما سمعنا عبر يعني التصريحات بان كاين شباب اللي ما ساكنش وتزوج كاين الناس اللي في اوروبا واستافدوا يعني رساله للسيد يعقوبي باش يتم فتح واحد يعني التحقيق في هذا يعني الملفات ديال دير الصفيح الناس اللي تيستافدوا الناس اللي كيسكنوا في البروميير ميطا يعني البروميير ميطاج بلا ما يديروا القرعه اذا المتابعين الكرام متابعي شوف تي في وقليلا نقول لكم دمتم في رعايه الله كنا معكم من مدينه تمارا وبالضبط يعني كما كتشوفوا دوار جديد يعني معرب دوار الصاد كتشوف ما بقات حتى شي براكه هنا بعد ما يعني تعطات القرار ديال الهدم جميع البراريك هنا في دوار الصاد الا كتشوف يعني براكه يعني اللي يلا تصابات مع هاد الشباب لانهم تيقول تقصينا من الحق ديالنا اذا المتابع الكرام متابع شفتي بقى نقول لكم دمتم في رعايه الله.